خلال اليومين اللي فاتوا كان في مؤتمر من المؤتمرات المهمة جدا، وخليني أقول لحضراتكم كده حاجة من الحاجات اللي الواحد كان بيحلم إن يشوفها. أنا من الناس اللي بتحلم طبعا يبقى عندنا عربية مصرية، عربية نفسي يبقى عندنا إنتاج، لأن إحنا بنحب العربيات، إنتاج عربيات سواء في مصر أو في أي دولة عربية. فلما تلاقي دولتين كبار بيفكروا يعملوا عربية وتتصدر، وخط حضرتك بقى كده تحت الكلمة دي كذا خط، للسوق الأوروبي والسوق الأفريقي وأسواق تانية مختلفة، بس السوق الأوروبي يدخله ده مش أسهل حاجة في الدنيا. المصنع الصيني بقوته الكبيرة جدا العنيفة اللي اتطورت بشكل كبير قوي ما زال بيحاول انه يدخل السوق الاوروبي، عنده كام حاجه كده من البراندز بتاعته بتاعت العربيات عرفت توصل، لكن الباقيين لسه. فلما انت تبدا تاخد خطوه ويحصل تعاون مصري اماراتي لانتاج عربيه تقدر انها تاخد الاي مارك اللي يخليها تدخل للسوق الاوروبي، وطبعا افريقيا والسوق العربي، بس بالنسبه لي السوق الاوروبي اللي بيحط معايير من الدقه ومعايير من الامان ومعايير من دخول اي عربية لعنده، دي حاجة تخلينا نقول برافو ويلا بينا ايدينا معاكو وعايزين ده يحصل. خلينا نرحب بدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس ادارة شركة ام جلوري القفدة. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور. مبروك وبحييكي على التعاون الجميل اللي حصل، وبالتوفيق يا رب. الله يخليك، مبروك علينا كلنا. انا اقول شعب الامارات والشعب جمهورية مصر العربية. أشكرك. قول لنا الفكرة جت إزاي؟ فكرتوا إزاي إن يحصل التعاون الإماراتي المصري ده عشان يكون عندنا عربية بتخاطب شريحة مهمة جدا لأسواق مختلفة؟ الفكرة ما هياش يعني مثل ما نقول حديثة اللحظة، هي بعد دراسات كبيرة مع معالي الوزير المهندس محمد مرسي من عام 2018، ونحن نتكلم وتناقشنا بأشياء كثيرة، يعني بحيث أن إنتاجنا يكون بالفعل مستهدف ليس فقط تغطية مثل ما يقولون احتياجات السوق المصري، ولكن للخروج بمنتج بالفعل نحن نكون أصحابه، نحن مالكين حق التصنيع فيه، وإحنا واللاند مارك أو العلامة التجارية تكون علامة عربية. فبعد هذه المجهودات الحمد لله طلعنا بشركة اي ام اللي هي الشركة المصرية الإماراتية، ومن خلالها إن شاء الله مش حيكون بس المنتج هذا هو المنتج الأول، نحن إن شاء الله طموحين أن لإنتاج إن شاء الله سيارات أو موديلات أكثر ومتطورة أكثر. اليوم السيارة اللي أنتجناها صديقة للبيئة، واللي جاية بتكون إن شاء الله صديقة للبيئة وأفضل من هذه السيارة بإذن الله. العربية اللي حيتم إنتاجها عربية في فئة من الفئات الصعبة جدا، عربية عندنا ثلاث موديلات، منها كابينة واحدة أو كابينتين وفور باي فور وفور باي تو، ومنها بتشتغل بالغاز الطبيعي ومنها بتشتغل بالبنزين، صح كده دكتورة؟ صح. ليه ما فكرتوش في البداية تبقى عربية سيدان؟ ليه رحنا العربية نقل؟ العربيات السيدان أنا من وجهة نظري ما شاء الله يعني تارس الدنيا خصوصا في مصر، وفي ما شاء الله يعني موديلات صينية قوية دخلت السوق المصري ومن قبلها قبلنا بسنين. هذا يعني خلينا نقول ان هذا السيجمنت خلاص يعني مليان. متشبع بالضبط. فاليوم لما انت جاي بتنتج شيء، وانت عارف انتاج الشيء يكلف ميزانيات وغير المجهودات وغير التعب هذا كله، يا انك انت تغطي احتياج ناقص اللي هو يسمونه تفلفل الجاب، وهذا بالفعل اللي نحن يعني وتطرقنا له وقدرنا بفضل رب العالمين والمجهودات اللي نحن اشتغلنا عليها، ان السياره لا يعني ما تكون بس مجرد خط مثل ما يقولون اسمبلي لاين اللي هو خط تركيب ولا تجميع، لا
نحن 20 مصنع إن شاء الله مصري هو اللي بيصنع قطع اللي نحن بنستخدمها أو بننتج فيها السيارة الجديدة. هذا شيء. هذا شيء. الشيء الثاني مش علشان والله اللي بيستخدمها اللي هو مثل ما يقولون التاجر أو الزبون اللي بس شغال في سيجمنت الخضار وهذا معناها لازم نعطيه سيارة كحيانة. لا، سيارة تكون تليق بالفعل بالمواطن المصري، في مكيفة فيها ما شاء الله شاشة فيها كاميرات، يعني حتى لما احنا نزلنا المنتج نزلناه منتج يليق بالمواطن المصري. انا بحييكي والله، وبحيي طبعا الفكر والتعاون اللي حصل وخلتنا ان احنا، انا مبسوط بخطوه زي دي جدا، لان من زمان نفسنا يبقى عندنا ده، ويمكن حظنا حلو ان احنا السنه دي عندنا كذا انتاج، عندنا عربيه سيدان هتكون عربيه كهرباء انتاج شركه النصر صناعه السيارات، وعربيه بتعاون اماراتي مصري عشان نتفرج على عربيه بتنافس. وعجبني ان في هدف للتصدير، ان العربيه دي بس مش هيبقى للانتاج المحلي فقط، بل بالعكس العربيه دي عايزين تصدروها لاوروبا وافريقيا. مظبوط. أكيد عشان كذي السيارة أصلاً أغلب القطع مع المطور ماخذة الإي مارك، وهذه قلة قليلة نلقاها في الأسواق الحالية. وكمان عشان نوصل لهذا معناها نحن دفعنا رقم عشان السيارة تكون بالفعل يعني متجهزة أن هي تدخل الأسواق العالمية من خلال جمهورية مصر. العملية التصنيع كلها هتتم عندنا هنا بالتعاون مع طبعا وزارة الانتاج الحربي، صح؟ اي ما شاء الله ما شاء الله، هم مخضرمين اصلا في هذا القطاع. انا اعتبر القاعدة الصناعية لصناعة السيارات بمصر ما شاء الله قوية جدا، يعني بخبراتي انا ما عنديش خبرات قوية يعني بس 21 سنة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فزرت ما شاء الله يعني دول في ألمانيا، في تركيا، في فرنسا، في بريطانيا، فشفت بالفعل حتى في شرق آسيا زرت كثير من المصانع ما شاء الله اللي موجود اليوم بالفعل في 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 قطاع الصناعة المصرية شيء جبار والله، يعني ما شاء الله الكل يحسدكم عليه ما شاء الله تبارك الرحمن في الشرق الأوسط. الحمد لله، ده كرم ربنا والله. وطول ما احنا كده ايدينا مع بعض هنطلع بحاجة كلنا كنا بنحلم بيها. فخور. أيوة. شوف انت شو قلت، مدام ايدنا بايد بعض. صح. نحن جينا بالتكنولوجيا بالفكر وانتم ما شاء الله القاعده الصناعيه يعني جباره في مصر. الحمد فهنا لله. هنا التقى الفكر ما شاء الله بالتطبيق، فان شاء الله يا رب بنطلع بمنتجات والله، وباذن الله قريبا يعني السياره الكهربائيه بتدخل مصر من خلال كمان ان شاء الله شركه اي ام. التوفيق ان شاء الله، وانا انا 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 متفائل، وان شاء الله كل الدعم وكل اللي حضراتكم تطلبوه عشان نكون بنفرج العالم كله التعاون الجميل وانتاج عربيه بانتاج مشترك اماراتي مصري، وتطلع بالمواصفات اللي ان شاء الله تطلع بيها بصوره قويه وتتصدر، اكيد هنبقى معاكم ويشرفنا، وابقى فخور بتجربة حاجة زي كده. يا ريت، احنا عايزين نجرب العربيات على طول بدري اول ما تبدأ تكون موجودة وجاهزة. والله هي جاهزة ما شاء الله، اول بروتوتايب يعني هو يسمونه فانكشنال بروتوتايب يعني بالزبط. سجناه وجربناه ما شاء الله 30,000 كيلو قطع في جمهورية مصر بظرف 3 شهور من مارس الى يونيو، وما شاء الله 25,000 تم تجربتها على وزن طن. تخيل انت. ما طبعا. والعربيه زي ما شفتها ما شاء الله يعني في الافتتاح كانت مسكره 30,000 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. بالتوفيق يا دكتوره. وقريب لازم نتشرف بحضرتك وتنورينا في الاستوديو، واكيد هيبقى عندنا احتفالات كتير سواء بالعربيه الجديده او العربيات الجديده بقى كمان في فئات مختلفه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ويشرفني اني انا اقابلك ان شاء الله. الف مبروك ونورتينا وشرفتينا، وبشكرك على مجهودك الكبير. وانا اشكرك على استضافتي في هالبرنامج. الله يحفظك. اشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا دكتوره ماجده العزازي رئيس مجلس اداره شركه ام جلوري القبضه، التعاون الجميل اللي هيخلينا ان شاء الله نتفرج على عربيه مصريه اماراتيه. انا سعيد لان عندنا عربيتين، خلي بالكم السنه دي مش هي دي بس، عندنا كمان العربية الصينية اللي هيتم تصنيعها، كانت صينية بس هتتصنع في شركة النصر للسيارات اللي هتكون موجودة قريب، فده في حد ذاته يعني حاسس ايه
حاجات الواحد كان بيحلم بيها بتحصل، ان شاء الله تحصل وتكسر الدنيا وتبقى زي الفل. ودايما المصنع المصري قوي، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا مش محتاجين نقول على نفسنا، احنا بس محتاجين فرصه، محتاجين شكل، محتاجين شويه حاجات بسيطه كده، وتلاقينا دايما زي ما بلغه العربيات كده دايرين.